بسم الله علينا، وش فيك كأنك شايفة جني؟ أبوي طقني. طيب دائما طقك، شو المشكلة؟ عشاني رسبت بثلاث مواد. طيب خيرها بغيرها؟ لا، يقول إنه بيحرمني من النت لمدة شهر. طيب مو أول مرة يحرمك، ما حد قالك تصيري فاشلة، تستاهلي. شوفي حاطين ذاك المسلسل التركي. أقول لا تغيرين السالفة. وش فيكي؟ أوف عمى. يقول عشاني رسبت ما بيسفرنا هذه السنة، بنقعد بالبيت ما بنسافر، نقعد هنا كلنا. انت وش قاعدة تقولي غبية؟ انا وش دخلني طيب فيكي؟ مستانسة الحين؟ خالتك هي وعيالها سافروا وحنا بنقعد هنا كلنا بسبتك. طيب قاعدين نمثل، ليش تطقيني؟ صدق يعور. كل يوم بطقك، انت مو بنتي، كل الناس سافروا الا انا. ليه؟ أبي أروح فرنسا، باريس، القطر، أي شيء، حتى لو نروح الشرقية.